سامح شكري يتوجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ضحايا فيضانات ليبيا تتجاوز 11,000 قتيل، والسلطات تغلق مدينة درنا لتمكين فرق الإنقاذ من البحث عن مفقودين. تحذيرات أممية من فيضانات مفاجئة في اليمن. الرابعة عصرا في القاهرة، من النيل لكم التحية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا السبت إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعالياتها الاثنين المقبل، حيث سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 من سبتمبر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة، حيث تناقض تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لا سيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي شهد المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي النجم الساطع 2023، والذي شاركت فيه قوات من 19 دولة، بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، علاوة على مشاركة عدد 15 دولة أخرى بصفة مراقب. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصالح 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية.
ونفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة. كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي. لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. واختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز ترحيبا بالدول المشاركة بالتدريب. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مؤكدا على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة. اشتراك القوات في حد ذاتها في تنفيذ تدريبات مشتركة في موضوعات مختلفة ده شيء مهم جدا. كل مجهوداتنا واشتراكنا وتعاوننا معا بهدف تحقيق الاستقرار والامن للربوع العالم. انا سعيد جدا بهذا التدريب، سعيد بحجم المشاركه من الدول المختلفه، سعيد بحجم الموضوعات اللي تم تداولها في هذا التدريب، سواء موضوعات للقياده والسيطره على مستوى مراكز القياده، او سواء موضوعات تكتيكيه في تنفيذ انشطه معينه، وهي انشطه مختلفه سواء كانت انشطه على مستوى البر او على مستوى الجو او مستوى البحر. وبالتالي دمج هذه الانشطه كلها في النهايه دي حاجه تساعدنا. نتمنى ان شاء الله التدريب المستقبلي كان يكون فيه حجم الاشتراك اكتر من الدول المختلفه. انا سعيد جدا بوجودكم بينا في هذا التدريب، وبشكر جميع القوات اللي بذلت الجهد في هذا التدريب. أتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى الاستقرار والسلام والأمن لجميع دول العالم. تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات للسلع الغذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا من مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. اشكر الرئيس ورجاله الرئيس كلها اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس ويعودها عليه بخير يا رب. بطل تمن شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها. السيد الرئيس اللي بعت لنا مواد غذائيه لحد الغيط في عز الجو دوت بالظباط، الناس المحترمه، الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وجولنا كتير وجولنا في رمضان وجولنا دلوقتي، ودي الحفيد شنطه. كل سنه وانتم طيبين، احنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل والحكاية مستمرة من سنين. كنت قاعدة أنا وولادي وفجأة لقينا الصديقات داخلين علينا بشنط لأولادنا للمدارس، ما كناش لسه جبنا لهم وإحنا بنشكره. وشرطة قوية في ظهرنا يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمن شايل اسمها وكل ليل. انت
شكرا يا ريس على الشنطه بتاعت المدارس. شنطه طيبه. الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة ونشكر الرئيس. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الريس وبيدينا كل حاجة والشنطة اهيت مع أولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب، جاب لنا عيالنا شنط المدرسة، وإحنا بصراحة كل سنة في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا، وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الأعياد ما بنسيبناش خالص، في الأعياد والمناسبات ودي لعيالي حاجة المدرسة وأشكره. دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا، فأي وقت وأي مناسبة بيجي برضو يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا ريس. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. شكرا يا ريس، كل سنة وأنت طيب، دايما فاكرنا بالخير يا ريس. إحنا مصر ومصر إحنا في كل صح، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن. دي حاجة بسيطة كده يا سيادة الرئيس. ليه؟ الله يجعل لك من يكون عليكم يا رب. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم، تعظيما للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. اهلا سيادة الرئيس. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة طيب، محتاج أي حاجة؟ وبلدي دي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنة طيبين. طيب ربنا يخلينا فيه. الله يخليك. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة، على دخلة رمضان، على دخلة العيد، على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة، وكنت محتاجة كراريس، وكنت محتاجة أقلام، وكنت محتاجة لهم حاجات كتير، والحمد لله إن المبادرة وفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها دي كانت زمان. نشكر سيادة الرئيس وبنشكركم، وانتوا جايين من آخر الدنيا لينا واحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميلة دي، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. We'll be right back.
منعت أسرطة ليبيا المدنيين من دخول مدينة درنا التي اجتاحتها الفيضانات حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن أكثر من 10,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11,300 قتيل. وطالبت سلطات في ليبيا بإجراء تحقيق لمعرفة إن كان هناك تقصير قد وقع من أشخاص وساهم في مقتل الآلاف جراء إعصار دانيال في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث. والإغاثة من تداعيات إعصار دانيال بليبيا، طالبت سلطات في ليبيا بإجراء تحقيق لمعرفة إن كان هناك تقصير ساهم في مقتل الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث، في وقت يبحث فيه الناجون عن ذويهم الذين جرفتهم الفيضانات. وطلب المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال جلسة طارئة بتعويض كافة المتضررين من الإعصار المدمر الذي ضرب الأحد الماضي عددا من المدن الليبية مخلفا آلاف القتلى والمفقودين. ندعو الحكومة لمزيد من العمل لإنقاذ المواطنين وتدبير السكن والعلاج والعيش الكريم وتعويضهم عما أصابهم من الأضرار. سيقوم مجلس النواب بإصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات لدعم الحكومة وتوفير المال اللازم لمواجهة آثار هذه الكارثة وإصلاح الطرق والكباري والمنشآت التي دمرتها المياه. السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال دمرت سدودا مساء الأحد لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة ولتجرف في طريقها مبان إلى البحر بداخلها عائلات نائمة. وتباينت أعداد من تأكد مقتلهم والتي أعلنها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. قال رئيس بلدية درنا عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18,000 و20,000 استنادا إلى حجم الأضرار. من جانبها قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه كان من الممكن تجنب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كان لدى ليبيا هيئة أرصاد جوية فعالة قادرة على إصدار التحذيرات. هذا وقد تسارعت الجهود الدولية لمساعدة ليبيا بعدما أودت فيضانات أشبه بتسونامي في شرق البلاد ب4,000 شخص على الأقل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، حيث وصلت فرق إنقاذ من مصر وتونس والإمارات وتركيا وقطر. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل للغاية في العديد من المناطق بليبيا بما في ذلك مدينة درنا. وأضافت المنظمة أنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا بعد كارثة تفوق التصور. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي. تحياتي لك سيدي، أهلا وسهلا، وهل لك أن تنقل لنا صورة الأوضاع الآن في ليبيا؟ شكرا لك سيدي. الأزمة في ليبيا وخصوصا المنطقة التي ضربتها الفيضانات والسيول على رأسها مدينة درنا لا يزال العمل مستمر سواء كانت من السلطات المحلية أو كانت في فرق الأنقاض الإقليمية والدولية. هذا مستمر، حجم العمل كبير جدا، الكارثة لم تكن سهلة، أعداد تزايد وتغير الأرقام المفقودين في الضحايا كل دقيقة. نعم. فيما يخص المساعدات سيد توفيق، هل هناك ما يعوق وصول المساعدات بشكل عام إلى المتضررين من إعصار دانيال أم أن الأمور تسير بشكل جيد؟ لا يوجد ما يعيق هذه المساعدات، ولكننا لازلنا مستمرين في الاستجابة. عملية الاستجابة والتخفيف منها في نفس الوقت أمر صعب. تصل المساعدات، لازلنا في حصر العائلات النازحة والناجين من الفيضانات، بالإضافة إلى العمل على أنقاض الأرواح كذلك المستشارين. نعم. ما زلنا نبحث عن مفقودين، الإحصاءات تختلف في تقدير عددهم، فهل هناك جديد فيما يخص اكتشاف مفقودين ما زالوا على قيد الحياة رغم الظروف التي حدثت جراء العاصفة؟ كيف ما بتأرسل حضرتك تغير بسرعة
جديدة على الصور، وطلعت على وسائل الإعلام أرقام ومنها من أنسب بالهلال الأحمر الليبي. فمن وجهة نظرنا نوصي أن تكون وجهة المصدر الوحيد لأخذ هذه الأرقام هي السلطات المحلية التي تدير عملية الاستجابة في المنطقة. نعم سيد توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا معلقا على الأوضاع في ليبيا بعد عاصفة دانيال، شكرا جزيلا لك. أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا للحصول على 71.4 مليون دولار أمريكي من أجل دعم ضحايا الإعصار في ليبيا، وذلك لتقديمها ل 250 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. من جانبه قال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن بريفيث إن الفيضانات في ليبيا التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أسوأ كارثة طبيعية تحل بها في التاريخ الحديث كانت بسبب تصادم المناخ بالإمكانات. وقال إن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصا تم نقلهم من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي. حذرت الأمم المتحدة اليمن من حدوث فيضانات مفاجئة قد تؤثر على ما يقرب من 6500 شخص بينهم 4000 يقيمون حول المسقط المائي لوادي زبيد في محافظة إب والحديدة، ويعيش هؤلاء الأشخاص في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء تصريف مياه السيول. كما شمل التحذير من حدوث فيضانات 2500 شخص في منطقة حوض وادي مور بين محافظي حجة والمحويد، وجاء ذلك في بيان أصدره مركز الإنذار المبكر للأرصاد الجوية بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو. يشهد اليمن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأنحاء الغربية من البلاد، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. تتواصل عمليات الإغاثة في المغرب بعد 6 أيام من الزلزال المدمر من أجل العثور على ناجين وإيصال مساعدات، وتعمل السلطات على فتح الطرق الوعرة في إقليم الحوز الذي شكل بؤرة الزلزال من أجل إيصال المساعدات. رغم مرور 6 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، لا تزال عمليات الإغاثة تجري على قدم وساق، حيث تسابق السلطات الزمن للعثور على ناجين وإيصال المساعدات. وبسبب عورة الطرق تعمل الآليات على فتح الطرق الوعرة في إقليم الحوز الذي شكل بؤرة الزلزال من أجل إيصال المساعدات. فبالرغم من توافر أطنان من المساعدات لسكان الحوز، إلا أن تلك المعونات لم تصل بعد إلى العديد من القرى المنكوبة. وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر المغربي أن إيصال المساعدات يحتاج إلى تنسيق كبير، برغم أن جمعيات الهلال الأحمر في العديد من الدول العربية مستعدة لتقديم المساعدات. وفي إطار موازن، لعبت المساعدات الداخلية من المغاربة والجمعيات الأهلية دورا كبيرا في تقديم العون وسد حاجات مئات الآلاف من المتضررين، خاصة في المناطق النائية، وتوفير تبرعات عينية للمتضررين في قرى وإقليم الحوز أكثر الأقاليم تضررا، حيث قتل أكثر من نصف عدد الضحايا. وأعلن المغرب برنامجا لإعادة الإيواء يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن دمرها الزلزال، بالإضافة إلى مبادرات إعادة الإعمار. وقد أنشأت القوات المسلحة المغربية مستشفيين ميدانيين في مدينة أمزيز وتردنت لاستقبال كل الحالات العاجلة في جميع التخصصات. وحتى الآن لا يزال هناك أمل في العثور على ناجين من تحت الأنقاض، وستتواصل عمليات البحث حتى صدور بيان رسمي يوقف عمليات البحث والإنقاذ. اجتاحت سيول جارفة إقليم مدلت الواقع شرقي المغرب، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لأعنف زلزال مدمر في تاريخها منذ قرن. وضربت عواصف قوية مدينة وجدة المغربية، ما أدى إلى تعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار. في غضون ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إنه يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة من الأمم المتحدة اليوم أو غدا لمساندة الناجين من الزلزال
الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي. رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية وسلطنة عمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع الميليشيا الحوثية نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وجددت الحكومة التأكيد على استمرار نهجها المتفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. كان وفد حوثي قد بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث سبل التوصل لتسوية سلمية للحرب الأهلية باليمن التي تسببت بمقتل وإصابة مئات الآلاف. هدد قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو في تسجيل صوتي بثه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، هدد بتشكيل ما وصفها بسلطة حاكمة بمناطق سيطرة قواته إذا شكل خصومه بالجيش السوداني حكومة. قنبلة من العيار الثقيل فجرتها تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فقد هدد بتشكيل حكومة موازية في الخرطوم والمناطق التي تسيطر عليها قواته مقابل أخرى للجيش. وأثار ذلك موجة قلق بين العديد من السودانيين سياسيين ومواطنين عاديين من احتمال تقسيم البلاد، وذكروا بسيناريو ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات حيث تتقاسم السلطة حكومتان، واحدة في طرابلس وأخرى شرقي البلاد. واعتبرت قوى سياسية سودانية أن الأمر خطير ويعني تقسيما فعليا للبلاد مع وجود أنباء عن تشكيل حكومة ببورت سودان وأخرى في الخرطوم، وإذا حدث هذا الأمر فيعني فعليا تقسيم السودان إلى دولتين، مناشدين الطرفين بوقف أي خطوات كهذه والاتجاه فورا نحو الحوار في منبر جدة لوقف إطلاق النار. وأكدت أحزاب سودانية أن الانزلاق لإعلان حكومة وحكومة موازية من قبل الطرفين في أماكن سيطرة كل منهما يعد تصعيدا خطيرا يهدد وحدة البلاد ويمهد لتقسيمها في سيناريو مشابه لدول إقليمية أخرى. وعلق العديد من السودانيين على تلك التوجهات مؤكدين رفضهم لتقسيم بلادهم، محملين الطرفين الدعم السريع والجيش مسؤولية ما يجرى في البلاد من اقتتال مدمر منذ 5 أشهر. وكان حميتي قد أكد سابقا أنه على استعداد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته مقابل تشكيل الجيش حكومة في منطقة بورت سودان، كما زعم في تسجيل صوتي بث على حساباته بمواقع التواصل أن الدعم السريع لم يعلن تشكيل حكومة رغم السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لأنهم ليسوا طلاب سلطة، داعيا القوى السياسية والمدنية للوقوف أمام محاولات تفكيك البلاد وفق تعبيره. اعتبر أن دولة البحر والنهر مشروع قديم لتقسيم السودان في إشارة إلى البحر الأحمر ونهر النيل. يشار إلى أنه بينما تنتشر قوات الدعم السريع في المناطق السكنية بجميع أنحاء العاصمة الخرطوم وفي بحري وأم درمان المجاورتين، يسيطر الجيش على مناطق واسعة في الشمال وبورت سودان وغيرها. وتفجر القتال بين الجانبين في 15 أبريل الماضي بعد تصاعد التوتر بشأن دمج قواتهما في إطار انتقال جديد نحو الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية. بينما أطلقت عدة دول جهود وساطة لم ينجح أي منها في وقف القتال.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا باستخدام الذخائر العنقودية على نطاق واسع، وأضاف بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن حوالي 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفا في الوقت نفسه المزاعم الغربية حول قبول متطوعين من كوريا الشمالية للقتال في العملية العسكرية الروسية بالهراء. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مصنع زيفيزدا للغواصات النووية في إقليم بريمري، ووجه بإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل لمتطلبات الأسطول الروسي. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو أولى اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني أن روسيا تنشر قوات إضافية في اتجاه زابوريجيا وخيرسون لوقف تقدم قوات الدفاع الأوكرانية. وأوضحت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني أن الأمر لا يتعلق بفتح القوات لخط المواجهة، بل بإعادة نشر وحدات هجومية أكثر قوة في الاتجاهات الساخنة، حيث تتقدم قوات الدفاع، فيما تقوم وحدات أخرى من القوات الروسية حاليا بتشكيل خطوط دفاعية في منطقة خيرسون. يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في سوتشي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا. تتناول المحادثات بين الجانبين القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المسائل الاقتصادية والتعاون الثنائي. كان لوكاشينكو قد وصل أمس إلى روسيا في زيارة مخطط لها لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين. تجدر الإشارة إلى أن الزعيمين على اتصال منتظم ودائم، ويعد هذا اللقاء هو السابع من نوعه خلال العام الجاري. بانوراما الرابعة متواصلة مع حضراتكم ونتابع فيها بعد قليل. انطلاق المؤتمر السابع لجراحة الأوعية الدموية بمشاركة 300 طبيب متخصص من مختلف دول العالم. القادم باقة من أخبار الاقتصاد بصحبة محمد سليمان. إليك محمد، تحياتي، تفضل. شكرا لك دينا. مرحبا بكم، أخبار اقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعونا فيها. تدشين أول سفينة خضراء بالعالم بميناء كوبنهاجن تم تزويدها بالوقود الأخضر في ميناء بورسعيد. أهلا بكم. شارك وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كوبنهاجن بالحفل الرسمي لتدشين السفينة لورا ميرسك، أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر. وعلى هامش الحفل ناقش رئيس الهيئة وليد جمال الدين أوجه التعاون مع مسؤولي شركة ميرسك العالمية بعد الإعلان عن محطة تداول الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات وتدفق استثمارات الخط الملاحي ميرسك بميناء شرق بورسعيد. أكد وزير المالية محمد معيط حرص الحكومة على الأداء الاقتصادي المتوازن لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية. وخلال لقائه مع سفيرة نيوزيلندا أمي لورنسون، أكد معيط العمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في دفع مسيرة التنمية. وأضاف الوزير أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للتنمية خلال الشهر الجاري لأول مرة في أفريقيا يمهد لانطلاق الشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسات. ناقشت وزير التعاون الدولي رنا المشاط مع بول تشان وزير المالية بهونغ كونغ أوجه تعزيز التعاون المشترك وتحفيز أدوات التمويل الأخضر في سوق هونغ كونغ. جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة مبادرة الحزام والطريق التي عقدت في هونغ كونغ، أحد أكبر مراكز المال والأعمال في العالم. وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي مع وزير المالية بهونغ كونغ
سبل تحفيز التعاون الاقتصادي المشترك في ضوء أولويات الدولة التنموية ورغبة الحكومة في توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات. أكد وزير الري هانس ويلم أن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين خاصة المزارعين. وخلال لقاء عقده مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري، أكد سويلم أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة وتحقيق التكامل في مجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة قطاعي المياه والزراعة في مصر. وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات، ونوه الوزير إلى اعتزام وزارة الإنتاج الحربي الدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا. وارتفع خام القياس الأوروبي مزيك برنت 46 سنت إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 90.74 دولار للبرميل، ويعد هذا هو أعلى مستوى للتداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر. انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة دينا قنديل لاستكمال بانوراما، تفضلي دينا. شكرا جزيلا لك محمد. بمشاركة 300 طبيب متخصص من مختلف دول العالم في مجال الأوعية الدموية وتحت رعاية جامعة الدول العربية، نظمت رابطة جراحي الأوعية الدموية العرب المؤتمر السابع لجراحة الأوعية الدموية، والذي تم خلاله الكشف عن أحدث علاجات الشريان الأورطي والجلطات الدموية. في إطار التعليم الطبي المستمر وتأهيل الأطباء الشبان في التعامل مع أحدث التقنيات العالمية لعلاج الشريان الأورطي والأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية، كشف الأطباء المختصون عن أبحاث وبروتوكولات علاجية مستحدثة في هذا المجال خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجراحة الأوعية الدموية التي تنظمه رابطة جراحي الأوعية الدموية العرب. في جديد كثير جدا في وتقدم هائل في مجال جراحة الأوعية الدموية، سواء مجال الجراحات التقليدية المفتوحة أو جراحات التي تحدث بالأسطرة بما فيها جراحات شرايين الأورطة بالأسطرة، شرايين الطرفية، الشريان السباتي. في الواقع الحمد لله في تجمع علمي كبير جدا من جميع الدول العربية ومن أوروبا. عدد التقنيات هي أساسا بتبقى في شغل الشريان الأورطي، الشريان الكبير اللي خارج من القلب يوزع الدم على جميع أعضاء الجسم. في تقنيات حديثة جدا لدعمه بشرايين صناعية عن طريق الدعامة في حالات التمدد التي تعرض الإنسان للخطر والانفجار ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج في الوقت المناسب. في اهتمام شديد جدا جدا من اتحاد الأطباء العرب بشغل الرابط، لأن هي دي فعلا الجانب العلمي للاتحاد، ولا بد من تقوية هذا الجانب، ولا بد أن يكون هناك تفاعل جيد وأن يكون في تعاون وتنسيق بين كل الهيئات والروابط العربية في رفع والارتقاء بالمستوى العلمي، رفع مستوى الطبيب العربي مهنيا وعلميا. فالحقيقة في الاتحاد احنا حريصين جدا على من حيث الابتداء إنشاء الروابط، ثم تفعيل هذه الروابط، ثم التنسيق والتعاون بينها. لذلك احنا جدا بنرحب بأي نشاط للروابط، وبالذات لو مشترك فيه أكثر من هيئة علمية عربية. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض كل ما هو جديد من أبحاث لعلاج الجلطات الدموية والتشخيص الأمثل للعلاج. مركز بدرجة كبيرة جدا على تدخلات الشريان الأورطة، خصوصا تمدد الشريان الأورطة بالتقنية الحديثة والقديمة. طبعا التقنية الحديثة اللي هي استخدام الدعامات المغطاة اللي هي بتقلل
نسب الخطورة على المريض أثناء التدخل. احنا بنناقش كل حاجة موجودة جديد في علاقات أساسا تمددات الشرايين في شريان الأورطة والمشاكل بتاعته اللي موجودة كلها، خاصة في الدعامات الشرايين والحاجات النادرة اللي بدأت التكنولوجيا الجديدة تتناقلها، وبدأ يبقى في عندنا تقدم كبير جدا، والحكومة بدأت توفر الدعامات اللي كان صعب انها توفر لها، بقى فدي حاجة كويسة بقت متوفرة دلوقتي في العلاج على نفقة الدولة وعلاج التأمين الشامل. تقنيات وأبحاث مستحدثة حملها أطباء الأوعية الدموية خلال المؤتمر، والتي تعد بمثابة أمل جديد وثورة علمية لعلاج العديد من الحالات المستعصية لمرضى الأوعية الدموية. محمد حلمي، النيل. بانوراما النيل ما زالت مستمرة مع حضراتكم ونتابع فيها بعد قليل. باحثون يعثرون على سلالة بكتيريا يمكنها المساعدة بمنع انتقال الملاريا من البعوض إلى الإنسان. عثر باحثون أسبان على سلالة من البكتيريا يمكنها المساعدة في منع انتقال الملاريا من البعوض إلى الإنسان. بمحض الصدفة عثر باحثون إسبان على سلالة من البكتيريا تتشكل بطريقة طبيعية يمكنها المساعدة في منع انتقال الملاريا من البعوض إلى الإنسان. جاء العثور على سلالة البكتيريا تلك مصادفة بعدما لاحظوا أن مستعمرة من البعوض لم تطور طفيلي الملاريا في إحدى التجارب. ويقول الباحثون ان البكتيريا قد تكون اداة جديدة لمكافحة احد اقدم الامراض في العالم والذي يفتك بستمائة الف شخص سنويا. وقد وقع العلماء في منشأة بحثية في اسبانيا تديرها احدى شركات الادوية الكبرى على الاكتشاف بعد ان لاحظوا ان مستعمرة للبعوض تستخدم في تطوير الادوية توقفت عن حمل الملاريا. جانيت رودريغيز احدى الباحثات التي قدن البرنامج قالت في تصريح لها ان معدل الاصابة لدى البعوض بدأت بالتناقص، وهكذا مع نهاية العام لم تكن هناك اصابة لدى البعوض بطفيلي الملاريا. وعمل فريق الباحثين على تجميد العينات من تجربتهم التي اجريت في عام 2014، ثم عادوا اليها بعد عامين لاستطلاع ما جرى لها. وكشفت دراسات لاحقة ان سلالة معينة من البكتيريا تعرف باسم TC1، وهي موجودة بشكل طبيعي في البيئة، قد منعت ظهور طفيليات الملاريا في امعاء البعوض. وتشير بيانات جديدة نشرت في مجلة ساينس العلمية الى ان البكتيريا يمكنها ان تخفض الحمل الطفيلي على البعوض بنسبة تصل الى 73%. وتعمل البكتيريا من خلال افراز مركب صغير يعرف باسم هارمن، يقوم بمنع المراحل الاولى من نمو طفيلي الملاريا داخل امعاء البعوضة. ويحدو العلماء الامل انه من خلال تطوير هذا التدخل القائم على البكتيريا الى منتج، فقد يكون لديهم قريبا اداة اخرى في جعبتهم لمواجهة واحد من اقدم الامراض في العالم. بهذا الخبر العلمي نكون قد وصلنا إلى ختام الرابعة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. سامح شكري يتوجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ضحايا فيضانات ليبيا تتجاوز 11,000 قتيل، والسلطات تغلق مدينة درنا لتمكين فرق الإنقاذ من البحث عن مفقودين. تحذيرات أممية من فيضانات مفاجئة في اليمن. ختام هذه البانوراما الشاملة، وعلى رأس الساعة نلتقي من جديد. إلى اللقاء.